وجه من وجوه هذه الآية الكريمة ووالد وما ولد، أن إحنا مثلا نعتبر الولد ياهو اللي ينولد على فراش أبوه، مو الشكل؟ يعني الفراش هو شنو المقصود به؟ الفراش يعني العقد، نبه لي، يعني واحد عاقد على امرأة زوجة إلى زوجته الشرعية، ينولد عندهم ولد على على العقد، ضمن العقد هذا الولد يعتبر ابنه. شاء الله العالم صدق هو ابنه لو مو ابنه الله يدري، مدري. نعم اتنبه لي زين. لكن العقد مبرر شرعي للانتماء، كأن القرآن الكريم يقول هذا والد، ما طول تربط بها المرأة علاقة شرعية، انت ما من حقك تجي تقول ان هذا مثلا مو ابنه، لا لا تمام، ما لك علاقة بالموضوع. الولد للفراش خلاص، وللعاهر الحجر، هذا الولد انولد على فراش طبيعي ضمن عقد، هذا يعتبر ابنه. ما تجي تدقق، خلي ندقق، تعال صدق هذا ابنه يوم ابنه، صحيح هذا ابنه يوم ابنه، من حق نطي الميراث او ما نطي الميراث، مو حقك هذا ابدا. ما طول اكو عقد، ما طول اكو عقد فهو ولد، نبه لي، هذا ولد. وكل عقد، ها الفت نظرك، اي عقد باي صيغة مصطلح عليها اجتماعيا هو كافي في تحقيق البنوة. كيف؟ خلي اوضح لك. يعني مثلا احنا نعرف بالجاهلية ما كان عندهم عقد زوجتك وقبلت، ماكو من هذا الحكي. طيب معنى الزواج شنو؟ يجيب باب خباء باب الخيمة ماله، يخليه قدام باب خيمة المرأة، خلاص هذا عقدهم. شوف لما انولدوا ذولا على هالشكل، بعض الصحابة أباهم من هالنوع، بعض الصحابة أباهم من هالنوع، ماكو عقد، ما قالهم النبي أنتوا أبناء زنا أبدا، معاذ الله، لأن هذا عقد أقره، وهو العقد مبرز عن الرضا، عن الإرادة، نبالي غاية ما في الأمر. أنت ما طول تعتبر المبرز، مرة المبرز فعلي ومرة لا المبرز قولي. كيف؟ أخرش الآن، أخرش يجي يشتري لي دار، الأخرس خو ما يقدر يقول أنا اشتريت منك هاي الدار مثلا بألف دينار وتقول له أنا بعتك، ما يكون هذا شيء. جاب لك الألف دينار وسوى حلقة هم وحطها قدامك وانت أخذتها، خلص هذا مبرز، يعني هاي وسيلة من وسائل إبراز الإرادة، لكن هذا المبرز مو لفظي، عملي، خلص هذا عقد من العقود أقر الشارع واعتبره مقبول. هذا فالمبرز إذن ما طول هو موجود بأي صيغة من الصيغ، يعني العقود، حتى العقود اللي كانت بالجاهلية أقرها الإسلام، لكل أمة عقد، لكل قوم عقد، هذا مبرز. الآن فلان أمة معقودة على فلان وانولد، خلاص هذا ابنه، ما من حق واحد يجي يقول لا خلي ندقق هذا ابنه يوم ابنه. شاع علم عند الله، هذا اسمه والد قد يكون، ها هذا انولد على فراشه، سموه ابن فلان، ها ابن فلان. ولذلك الامام يرمي سلام الله عليه اقر زياد على ابوته، بالنبلي زياد ابن ابي سفيان، الله العالم، يعني على ما يذكر التاريخ، طبعا الله الاعلم مش مدرينا احنا، التاريخ يذكر عن ابي سفيان، اجى الى واحد اسمه ابو العريان قال له ابغني بغيه، فجاب الى هاي المراه، هاي وهي كانت تحت عبيد ابو زياد زوجة عنده، ها وفجر بها وانولد زياد، مو الشكل. ولما انولد وطلع منها الولاده، ما عمل الامام علي على ان ابن زنا ابدا، هذا انولد على فراش، عبر عنه العرب سموه زياد ابن ابيه، فلان سماه زياد ابن ابيه. كثير من الناس يسال شلون الامام اقره هذا مو ابن زنا، شنو معنى ابن زنا؟ الإمام أقر لأن هذا مولود ضمن عقد، موجود عقد، وعقد بكل عقود اللي كانت في الجاهلية عينا أقر، عقد مقبول، أقر الإمام ولا ولاية، والإمام مشى ضمن نطاق القاعدة، الإمام إسلام يمشي على الأرض، الإمام يرى المؤمنين سلام الله عليه هو الإسلام، زين؟ فواقع الأمر أن الإمام أقر، مع أن هذا الرجل عشان أجي أبحث أن صار من نطفة أبي سفيان أو ما صار، هو وإلا هو أخو من المقطوع عند المؤرخين أن ابن أبي سفيان، وأقسم أن أمك لم تباشر أبا سفيان، نعم، واضعة القناع أو رافعة القناع، النتيجة
كلهم كان عاملين عليه حملات، وحملات احيانا مو لطيفه مو نظيفه. على كل حال، لكن الاسلام وتلاميذ الاسلام اكبر من هذا. تنبه لي ادب الاسلام. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه استعملوا يا هالمعلن هذا ولي ضمن عقد، فهذا والد وما ولد، ايش ما والد، هذا راي. زوروا موقعنا على شبكه الانترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.